الكتاب أيها الحضور الكريم. باسم السيد عام التكريم سيدي بن نور، نرحب بكم لحضور حفل إنصات خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة الذكرى 22 لتربع جلالته عرش أسلافه الميامين. وبالنظر لما تحمله هذه الذكرى الغالية من أبعاد وطنية ودلالات تاريخية عميقة، باعتبارها رمز الوحدة الوطنية والاتفاق الشعب بالعرش العلوي المجيد، وبهذه المناسبة القيمة سيتشرف السيد عام التكريم سيدي بن نور يوم السبت 20 ذي الحجة لسنة 1442 هجرية الموافق 31 يوليوز 2021 مراسيم توزيع الأوسمة الملكية الشريفة على مجموعة من المنعم عليهم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه مكافأة وعرفانا لما تم بذله من مجهودات جليلة خلال مشواره الإداري والمهني خدمة للصالح العام ولهذا الوطن العزيز. وفي الليالي لائحة أشخاص المنعم عليهم وعليهن والبالغ عددهم 14 موظفة وموظفا من نساء ورجال التعليم. السيدة جميعة بنت فاتح المبروكي أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس بدر استفادت من وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيدة مليكة بنت مصطفى العتباوي موظفة بمجموعة مدارس بدر وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيدة مينا بنت محمد الذكاوي أستاذة بثانوية لالة فاطمة الزهراء الإعدادية وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد مصطفى بن صالح الحسني مدير سابق بمدرسة البيروني بسيدي بن نور استفاد من وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد حسن بن بارك خلدي مدير سابق من مجموعة مدارس القصيبة وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد عبد الرحيم بن أحمد المقدم مدير سابق بمجموعة مدارس الكلية وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد تباري بن حسين سخون ملحق الاقتصاد والإدارة بالمديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد البغدادي بن فاطمي النسر أستاذ بمجموعة مدارس العويسات وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد مصطفى بن مبارك المويني موظف بمصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية سيدي بن نور وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد محمد بن حميد السام أستاذ بثانوية علاج بن عبد الله الإعدادية وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد مصطفى بن محمد الهاج قيم على مكتبة الثانوية بالتشفي الإعدادية وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد محمد بن طه بن عجور أستاذ بمجموعة مدارس القطرة وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد محمد بن محمد قرد أستاذ بمجموعة مدارس الحاج الطاهر وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. وأخيرا السيد الحكيم بن محمد بن عبدو أستاذ بثانوية يوسف بن تشفي الإعدادية استفاد من وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. ومراعاة للتوفيق الاستثنائي يفيد الجدول بلادك والعالم بنفسه جراء وباء كوفيد 19 وعملا بالتدابير الوقائيه الصحيه اللازمه لمنع تفشي هذا الوباء والتي استمرت تطورات الوضعيه الصحيه في بلادنا المقارنه فانه سيتخطى العام في سنه مشكورا تسليم الاوسمه المنعم عليه وعليهما التي سبق ذكر اسمائهم لمنتج المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه. في الأخير نشكر الجميع على الحضور ولكن من الله أن يحفظ مولانا الإمام
في عمره ويبقيه مكرما من لبن شافي وفي ويقر عين جلالته بصاحب السمو الملك ولي العهد الملك والمرسل ويشد اصله بصاحب السمو الملك امير مولى الرشيد وبسائر افكار قصر الملك الشريف انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا إذا متابعي قناة الشوف تي في مباشرة من مقر عمالة إقليم سيد بن نور في حفل إنصات تاع خطاب السامي الملكي بمناسبة الذكرى عيد العرش المجيد. بعد قليل ستطر انطلاقة للخطاب السامي الملكي بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم سيد بن نور وكذلك رجال السلطة المحلية بإقليم سيد بن نور من برلمانيين وكذلك من رجال الدرك الملكي و قياد وبشوات وكذلك رجال المصالح الإقليمية هنا بمدينة سيدي بن نور. لأننا من مقر عمالة إقليم سيدي بن نور في هذا الجو كما كتشوف معنا دائما بعد قليل سينطلق الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. ايها المواطنون ايتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شبيه العزيز. إن عيد العرش الذي نخلد اليوم بكل اعتزاز ذكراه 22 يمثل أكثر من مناسبة للاحتفاء بذكرى جلوسنا على العرش ويجسد روابط البيئة المقدسة والتلاحم القوي الذي يجمع على الدوام ملوك السلاطين المغرب بأبناء شعبهم في كل الظروف والأحوال. فالمغرب دولة عريقة وأمة واحدة تضرب جذورها في عمق التاريخ، والمغرب
قويا بوحدته الوطنية واجتماع وإجماع مكوناته حول مقدساته، وهو قوي بمؤسساته وطاقات وكفاءات أبنائه وعملهم على تنميته وتقدمه والدفاع عن وحدته واستقراره. إن هذا الرصيد البشري الحضاري المتجدد والمتواصل، والذي مكن بلادنا من رفع التحديات وتجاوز الصعوبات عبر صواريخها الطويل والحديد. شعبي العزيز، نود في البداية أن نجدد عبارات الشكر لكل الفاعلين في القطاع الصحي العام والخاص والعسكري، وللقوات الأمنية والسلطات العمومية على ما أبان عنه من تفان وروح ومسؤولية في مواجهة وباء كوفيد-19. إنها مرحلة صعبة علينا جميعا وعلي شخصيا وعلى أسرتي كباقي المواطنين، لأنني عندما أرى المغاربة يعانون أحس بنفس الألم وأتقاسم معهم نفس الشعور. ورغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي على المشاريع والأنشطة الاقتصادية وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية للكثير من المواطنين، حاولنا إيجاد الحلول للحد من آثار هذه الأزمة، وقد بادرنا منذ ظهور هذا الوباء بإحداث صندوق خاص للتخفيف من تداعياته، لقي إقبالا تلقائي من طرف المواطنين. كما أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر بتقديم مساعدات مادية مباشرة. وقمنا بإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية. شعبي العزيز، من حقنا اليوم أن نعتز بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح التي ليست سهلة على الإطلاق، وكذا بحسين حملة وطنية للتلقيح والانخراط الواسع للمواطنين فيها، وإيمانا بيننا بأن السيادة الصحية مفهوم أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد. فقد أطلقنا مشروعا رائدا في مجال صناعة اللقاحات أو الأدوية والمواد الطبيعية الضرورية للمغرب. ورغم كل هذا، لابد من التنبيه إلى أن الوباء ما زال موجود وأن الأزمة ما زالت مستمرة، وعلى الجميع مواصلة اليقظة واحترام توجيهات السلطات العمومية في هذا الشأن. شكرا عزيزي، بفضل هذا المجهود الوطني الجماعي يسجل الاقتصاد مدير مؤشرات إيجابية على طريق استعادة قدرته الشرائية. وقد تأسست هذه الوضعية والحمد لله بنتائج موسم فلاح جديد الذي أنعم به الله علينا، والذي يساهم في توفير منتوج الفلاح الوطني وإشاعة روح الطمأنينة لدى المواطنين. ويأتي هذا التطور الملحوظ في سياق واحد بعد تقديم اللجنة الخاصة للنموذج التنموي بمقترحاتها التي تسمح بإطلاق مرحلة جديدة لتسريع إقلاع الاقتصادي وتوطيد المشروع الاجتماعي الذي نريده لبلادنا. لقد قامت اللجنة باجتهاد بناء ومشكور وبأمر وطني شاركت فيه دول الحياة الأمة من الأحزاب السياسية والإنعاش الاقتصادية والمواقع النقابية والاجتماعية والمجتمع المدني وعدد من المواطنين. كما كان الشأن لمرحلة الإعداد، فإننا نعتبر تنفيذ هذا النموذج مسؤولية أمنية تتطلب مشاركة كل
طاقات وكفاءات ومال، خاصة تلك التي ستتولى المسؤوليات الحكومية والعمومية خلال السنوات القادمة. وإننا نتطلع أن يشكل الميثاق الوطني من أجل ميثاق إطارا مرجعيا للمبادئ والأمم والأولويات التنموية والتعاقد اقتصادي واجتماعي يؤسس لثورة جديدة للبلد والشعب. وبصفتنا المؤتمن على مصالح الوطن والمواطنين سنحرص على مواكبة هذا التنزيل بما يلزم من إجراءات وآليات. شعبي العزيز، بموازاة مع مبادرات التنوية على المستوى الداخلي، فإن المغرب يحرص بنفس الحث العزم على مواصلة جهوده الصادقة من أجل توطيد الأمن والاستقرار في محيط إفريقيا والبحر المتوسط وخاصة في جوار المغرب. وإيمانا بهذا التوجه، فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشقائنا في الجزائر للعمل سويا دون شروط من أجل بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار. ذلك أن الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا وليس في مصلحة شعبنا وغير مقبولة من طرف العديد من الدول. فقناعتي أن الحدود مفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين وشعبين شقيقين، لأن إغلاق الحدود تتنافى مع حق طبيعي ومبدأ قانوني أصيل تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية للاتحاد المغرب العربي التي تنص على حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلاح ورؤوس الأموال بين دولها. وقد عبرت على ذلك صراحة منذ 2008 وأكدت عليه عدة مرات في مختلف المناسبات، خاصة أنه لا فقط الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق، ولكننا مسؤولون سياسيا وإخلاقيا على استمراره أمام الله وأمام التاريخ وأمام مواطنينا. وليس هناك أي منطق معقول يمكن أن يفسر الوضع الحالي، لا سيما أن الأسباب التي كانت وراء إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة ولم يعد لها اليوم أي مبرر مقبول. نحن لا نريد أن نعاتب أحد ولا نرتد رسل أحد، وإنما نحن إخوة فرق بيننا جسم دخيل لا مكان له بيننا. أما ما يقوله البعض بأن فتح الحدود لم يجب للجزائر والمغرب إلا الشر والمشاكل فهي غير صحيح، وهذا الخطاب لا يمكن أن يصدقه أحد، خاصة في عصر التواصل والتكنولوجيات الحديثة. الحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين، وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتعثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطروحات مغلوطة بأن المغاربة يعانون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات. وبإمكان أي واحد أن يتأكد من عدم صحة هذه الإدعاءات، لا سيما أن هناك جالية جزائرية تعيش في بلادنا، وهناك جزائريون من أوروبا ومن داخل الجزائر يزورون المغرب ويعرفون حقيقة الأمور. وأنا أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، فما لن يأتيكم منه أي خطر أو تهديد، لأن ما يمسكم يمسنا وما
والتهذيب والخدمات والاتجاه في الرجاء. فالإصابات التي تنقل بذلك يمكننا الحديث والمشترك. ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين شعبنا. فالمغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين، إنما تؤمل إلى أن وفق نظر عبر سنوات من الكفاح المشترك. جميع العزيز، نختم هذه المناسبة المجيدة بنوجه تحية الشادة والتقدير إلى كل مكونات القوات المسلحة الملكية والطرف الملكي والأمن الوطني والقوات المسلحة المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن هذا الوطن وسيادته وسيرة أمنه واستقراره. فما نستحضر بكل وفاء أرواح تضحيات أجدادنا الكرام وفي مقدمتهم جدنا وموالينا المرحمين جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك حسن الثاني ربيع الدين والله أكثر الله وكل شهداء الوطن أولا. قال تعالى: إن يهمني الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، كنتم مع أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما زال معنا مباشرة في طابق الملكية المباشر للحدث التالي هو الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي بن نور، كما تم تسليم أوسمة ملكية على الأشخاص المنعم عليهم في هذه